السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة أسرع الوصفات. اليوم إن شاء الله سأقدم لكم صبغة بمكونات بسيطة جدا لصبغ الشعر باللون البني. أيضا هذه الصبغة تعمل على تغطية الشيب، يعني إذا كان هناك شيب في الشعر تعمل على تغطيته، لكن المدة تختلف، يعني الناس الذين يعانون من شيب الشعر يعني وقت بقاء الصبغة على الشعر يكون أطول من وقت الشعر العادي. أيضا نوعية الشعر، يعني إذا كان الشعر أسود جدا يعني أسود غامق فإن أي صبغة، يعني هذه الصبغة أو أي صبغة أخرى، فإنها تأخذ منا وقت أطول حتى يخرج اللون الذي نريده. أيضا ممكن أننا نضطر إلى إعادة هذه الصبغة مرة أخرى، يعني آمنة هذه الصبغة 100% على الشعر، أيضا تعمل على إعطاء لمعة جميلة جدا وتعمل على تنعيم الشعر. قلت إذا كان يعني اللون شعر فاتح، يعني هناك من يطلع اللون عندهم في من أول استعمال فهو في مدة قليلة جدا، يعني تقريبا خلال ساعة أو ساعتين، يعني أنا نستعمل المدة على حسب نوعية الشعر، يعني هذه النقطة أساسية جدا، لأن هناك من يستعمل بعض الصبغات ويقول أن الصبغة فاشلة ولم تنجح معي. بالعكس، قلت نوعية الشعر تؤثر كثيرا على درجة اللون، يعني كما تكلمت إذا كان غامق جدا لون الشعر نضطر إلى ترك الصبغة على الشعر مدة أطول أو إلى إعادة الوصفة مرة أخرى. بالنسبة لهذه الوصفة قلت مكونات هذه الصبغة مكوناتها بسيطة جدا، ممكن أي وحدة تقوم بعملها، أيضا آمنة 100% على الشعر. قبل ما أبدأ في طريقة تحضير وعمل هذه الصبغة، أتمنى منكم أحبائي لايك وشير للفيديو حتى يستفيد أكبر عدد من الناس. أيضا أتمنى من الذين أول مرة يزوروا قناتي لا يبخلوا علي بدعمي والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وسأحاول إفادتكم بأنجح الوصفات، وأكيد أنتظر آراءكم وتعليقاتكم الجميلة. بالنسبة للمكونات التي أقدمها، يعني على حسب طول وكثافة الشعر، أيضا ضروري جدا أن نغطي الشعر جيدا بهذه الصبغة، يعني لا نترك أي خصلة أو أي منطقة لا نغطيها جيدا بالصبغة حتى يكون اللون موحد على الشعر. نحتاج في هذه الوصفة أول شيء إلى بياض البيض وليس الصفار، بياض بيضة واحدة. قلت إذا كان الشعر طويل وكثيف ممكن أننا نضاعف في كمية المقادير. نفصل أول شيء الصفار عن البياض بهذا الشكل، ثم سنحتاج إلى إضافة المكونات الأخرى. أول مكون سنحتاجه وهو القهوة سريعة الذوبان أو النسكافي. بالنسبة لبياض بيضة واحدة نحتاج إلى إضافة ملعقتين كبيرتين من النسكافي، ونخلط أول شيء. ثم سنضيف المكون الثاني وهو الكركم، الكركم الطبيعي الخالي من أي إضافات. نضيف أيضا تقريبا مقدار ملعقتين، نفس المقدار من الكركم، ملعقتين كبيرتين، من الكركم ونخلط. جيدا المكونات،
بعض، الخليط يكون متماسك. ثم سنضيف المكون الآخر وهو زيت الزيتون، تقريبا مقدار 4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون. ونحاول خلط المكونات جيدا. هذه الطريقة. قلت الناس الذين يعانون من شيب الشعر ممكن أننا نترك الوصفة أطول مدة ممكنة حتى نلاحظ أنه تغطى الشيب بالكامل. بعد هذه المرحلة نضيف المكون الآخر وهو الأكسجين الخاص بصبغ الشعر أو كريمة مؤكسدة خاصة بصبغ الشعر. بالنسبة لهذه المرحلة أو هذا المكون، بما أننا أضفنا زيت الزيتون فإنه يمنع أي ضرر لهذا المكون للشعر. نضيف تقريبا 4 ملاعق حتى نتحصل على خليط كريمي، ونلاحظ الخليط إذا كان سميك قليلا ممكن أننا نضيف كمية أخرى. نستمر في الخلط حتى نتحصل على خليط كريمي. بهذا الشكل بالنسبة لهذه الكمية تكفي للشعر القصير، يعني إذا كان شعر طويل أو كثيف ممكن أننا نضاعف في كمية المقادير. نترك الخليط يتخمر لتقريبا نصف ساعة مع بعض. بعد مرور نصف ساعة يعني على الشعر نقسم الشعر إلى خصل ونقوم بتوزيع هذا الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف، يعني ضروري جدا أننا نقسم الشعر إلى خصل حتى يسهل علينا توزيع هذا الخليط جيدا على الشعر، يعني ممكن حتى أننا نمشط الشعر قليلا بمشط تكون أسنانه واسعة ونغطي الشعر بالكامل بهذا الخليط، نغطيه جيدا ونلف الشعر ونغطيه نلفه بغطاء بلاستيكي ونتركه. قلت على حسب نوعية الشعر، يعني من ساعة فما فوق نلاحظ الشعر إذا تغير لونه أو لا، إذا لم يتغير نتركه أطول مدة حتى نحصل على اللون المطلوب. أما الناس الذين يعني قلت لون شعرهم يكون غامق ممكن أننا نضطر إلى إعادة هذه الوصفة مرة أخرى. من الأحسن أننا نترك تقريبا مدة أسبوع بين عمل الوصفة المرة الأولى وبين المرة الثانية. من أول استعمال يعني ستلاحظون اللون المطلوب بني رائع جدا، يعني الشعر أيضا لن يتضرر نهائيا خاصة بما أنه هذه الوصفة فيها زيت زيتون. هذه الوصفة لليوم، صبغة لون بالشعر باللون البني، وصفة آمنة جدا على الشعر بمكونات بسيطة جدا. أتمنى أني أكون قد أفدتكم ولو بالقليل. شكرا لكم على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.